بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ومنتخب مصر لكره القدم للصم خسر امام المنتخب الياباني بنتيجه 4-1 في نصف نهائي كاس العالم اللي بتقام في ماليزيا، وكان الوقت الاصلي انتهى بالتعادل 1-1، وتم اللجوء للوقت الاضافي لحسم المتاهل للمباراه النهائيه واللي انتهى بفوز وتاهل اليابان. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نادي فاب الكاميروني بنتيجة 31-29 في إطار دور ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية واللي بتستضيفها الكونغو، وبكده بيتأهل الفريق لنصف النهائي. أميرة أبو شوقة لاعبة منتخب الرماية والنائبة البرلمانية نجحت في حصد الميدالية الذهبية خلال منافسات الأسكات السيدات، وده ببطولة أفريقيا للرماية والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأهلت أميرة أبو شوقة إلى أولمبياد باريس 2024. وحقق نيوكاسل يونايتد الانجليزي فوز مستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجه 4-1 في المباراه اللي اقيمت امبارح ضمن منافسات الجوله الثانيه للمجموعه السادسه من بطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2023-2024. كمان حقق مانشستر سيتي الانجليزي الفوز على فريق لايبزيج الالماني بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعتهم على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجوله الثانيه للمجموعه السابعه في بطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي. كمان نادي برشلونه الاسباني حقق فوز مهم على فريق بورتو بنتيجه 1-0، وده في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب ادراجاو ضمن منافسات الجوله الثانيه للمجموعه الثامنه من بطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي. فريق بروسيا دورتموند الألماني اتعادل مع اي سي ميلان الإيطالي سلبيا خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سيجنال بارك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة أبطال أوروبا للموسم الحالي.